أعلنت فولكسفاجن إحدى كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا عن انخفاض حصتها السوقية، وأشارت إلى هبوط مبيعاتها في الربع الأول من العام 2016 لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات. هذا وأثرت فضيحة الانبعاثات السامة على الشركة الألمانية، حيث تراجعت المبيعات من إجمالي المسجل في الاتحاد الأوروبي إلى 23.4% خلال آذار مارس الماضي، مقابل 24.4% خلال شهر مارس من العام 2015.